ووليد سليمان كمان واحد من الناس اللي متفصلة على النادي الأهلي، من حلم حياته لو تفتكروا من هو صغير لغاية لما كبر ان هو ينضم للنادي الأهلي، ومن يوم ما دخل الحقيقة ما تسمعش عنه ان هو عمل مشكلة واحدة. فكابتن وليد سليمان لايق على النادي الأهلي والنادي الأهلي لايق عليه، وكل جمهور النادي الأهلي بيحبه وكل الناس بتحب كابتن وليد سليمان. ممكن يكون خد خطوات سريعة حتى من قبل اعتزاله، ولكن وصوله لهذه المنطقة كرئيسا لقطاع الناشئين، هنفضل في ظهرك وهنقف معاك، كلنا كلنا هنفضل في ظهر. الفترة اللي جاية لا تحتاج إلا التكاتف.